شكرا للزميل ايمن جاده. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا ملعب لندن هنا في استاد الاميريتس والمباراه المرتقبه للعاصمه. سنان جاي من ديربي فولهام 5-1، خطيره جدا الكره الاولى، خطيره، جول، فرصه اولى خطيره، كره اولى خطيره ليستر سيتي، خطيره اي ناتشو، اي سوبر جرين جيرلز، اي ناتشو كان ممكن يسجل اثناء الدفاع. تلعب ركنيه الاولى في المباراه بالراس، تمشي الكره للجانرز عن طريق بيليران، يهرب الماتادور الاسباني، بيليران وركنيه ماديسون، ماديسون يحضر كره اي ناتشو، اي ناتشو لف يدور، حاول يشوط ممتاز، والحارس الحارس لين يفسخ الهدف الاول. كره ولا اروع، كره ولا اقرب، ليستر يدخل المباراه احسن من اكورا من ماديسون، ركنيه لليستر سيتي على القائم الثاني، ترجع بالراس كوت ماكواير في وسط الدفاع لفريق ليستر، خطا يستفيد منه لاكازيت، خطيره واحده مع مخيه لفريق ارسنال. التسديده بعيده، ترجع الكره بالراس وسط الميدان عن طريق انديدي، سباق في الثنائيات فريق ليستر اللي حصل خطا مهم جدا على حدود منطقه الجزاء. 15 دقيقة أمامكم في الصورة، ماديسون يلعب كرة عالية، عالية تعطل الخشبات الثلاث وترجع لضربة مرمى المخالفة، ترجع بالراس ماكواير، خطيرة، نحس فريق ليستر سيتي قادر على التسجيل، يطالبون بضربة جزاء، لمسة يد مامكو في المنطقة والحكم يقول العب. هل لمس المدافع؟ يرجع مرة أخرى ماديسون على الكرة الثالثة، خطيرة بالراس ماكواير، جول! مش مامكو لينو يفسخ الهدف، لينو يفسخ الهدف. والمباراة نارية هنا في استاد الإماريس، تتأكد الصعوبات، فماش تسلل الدفاعية والهجومية، يمشي بكرة خطيرة، هذا مصطفي، مصطفي يلعب كرة سهلة برشا للحارس، يتصدى لينو لكرة جديدة، راسية أخرى، ترجع الكرة مرة ثانية، شوطة خطيرة والدفاع حط الكرة، بيليرا، بيليرا مكشوفة للدفاع، سهلة من بعد، يمشي للتنفيذ، تشكى بالراس، خطيرة بالراس، الدفاع ديدي ديما جات فنيا ولكن بدون اهداف، الكره خطيره بالراس ومرت السلام، يصنع الفارق الان الكسندر لاكازيت، لاكازيت بليرا على اليمين، حاول التوزيع صعبه وبرافوش رياحك فاغتنمها، ليستر لم يغتنم الفرصه، وارسنال قد يسجل الاهداف للفريق الاحمر الابيض، خطيره لاكازيت، الكسندر لاكازيت، الكسندر كيما جات لاكازيت، كيما جات لاكازيت، يلعب النيجيري حتى الكره المواطن لزميله، يلعب الكره ايناتشو، ايناتشو جرى كره خطيره لفاردي مره اخرى عن طريق شينويل، خطيره جدا شينويل، والهدف الاول، الهدف الاول ليستر سيتي، 1-0 ليستر، 1-0 الازرق الخطير، الدب الازرق ينال من ارسنال هنا في الاميريتس. لكل حكايه بدايه ونهايه، فماش حاجه توم، فماش حاجه مستمره. يا ارسنال مسعود يحرك الاوتار والادوار، ترجع مصطفي بالراس ترجع كرة من ضغط ارسنال للعوده في المباراه، تمشي بالكره مخيتريان، مخيتريان وفما خطا، فما فاول في مكان مناسب، حاول يستفيد منه فريق الارسنال. اوزيل، اوزيل وتشاكا، وتشاكا يشوط، وكره رائعه من شمايكل، هذا هو شمايكل، هذا يعلق اكثر من فرصه، هو اللي كان الاخطر، ترجع كره خطيره، ايوب يمشي بالترويج الكنترول، السوبر جريدو، توريرا، توريرا حط الكرة، الكسندر لاكازيت، لاكازيت، ليشتاينر يعمل كروس، يوزع كرة وينو، وينو بالراس، رجعت بالدفاع، فما خطأ، نعم فاول، فما فاول موجود على ماديسون، كرة خطيرة، يضرب تشاكا، حتى تشاكا، 41 دقيقة في المباراة، تشاكا بالراس خطيرة، إذا يفيق هذا لاباس، ترجع بالراس على القائم الثاني يوبي، أوزيل الفنان، يرجع بالكرة أزل يوبي ملا فنان، يوبي، وألماني يمشي، أوزيل شر الكرة بليرا، بليرا أوزيل، أوزيل جول، هذه هي ماني قلت لك، هذه هي ماني حكيت لك، هذه هي ماني وريتك، هذه هي ماني أشرت لك، والإشارة تأتي من التليجرام، تليجرام عاجل، تليجراف عاجل، واحد أوزيل، واحد ليستر سيتي، لا تقرا لا تكتب، لا تقراها انت لا يكتبها ابوك يا شمايكل، 1-1 في الشبكه، شوف السرعه محلاها، ايوبي ممتاز جدا للنيجيري، ايوبي، ايوبي، حط الكره وفرصه الهدف، يرجع بالكره مسعود، المراوغه والخطا للالماني، ف
فاول لمسعود أوزيل على استنتاج الأرقام أنه بيجي يجيب الهدف الثاني الآن الرأسية والدفاع والكرة نفسه يسارع وينافس أهم شيء يلعب من غير ضغوط وأهم شيء فنيا لفرق الصدارة هنا كرة من لاكازيت فرصة الهدف الثاني هذا هو الثاني والهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة بطريقة غريبة ضاعت الكرة على مخاطر أن الدوري قلت مولع في إنجلترا 23 نقطة مانشستر سيتي يمشي بالكرة بيليران يوزع كرة يوبي والفرصة والركنية نداو يمشي كريشندو يطلع في الفترة الثانية في نسق تصاعدي بالشكل الثاني متأكد ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق تشاكا خرجوه يخرج تشاكا ال 14 اللي هو البرتغالي ريكاردو بيريرا حلو الهربة بيريرا ليستر عن طريق ماديسون كرة ثابتة وينو ماكواير والثاني بالراس بالراس كرة على عارضة الحارس لينو ليشتا يمشي ليشتا يمشي شتاينر ويني بعيدة بعيدة لشتاينر أبد من أجل ما عادش يحكي حتى واحد على السيطرة المطلقة لأرسنال كرة عن طريق أوزيل حلوة برشا وذكية برشا من أوزيل الثاني 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 أوبا 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 بيير إيميريك أوباميانغ يسجل الهدف الثاني لما يتحرك أوزيل يتحرك أرسنال لما يلعب أوزيل يسجل أرسنال لما يتفنن أوزيل يستعر ولا يسترداخ والثالث جاي واحد اثنين ثالث ثالث يا بابا يا بابا يا بابا محلاه أوباميانغ ولكن أنت غير عادي أنت استثنائي أنت لاعب مثالي الكردي الألماني يسجل ثالث الأهداف وينوبه عنه بيير إيميريك أوباميانغ 3-1 يا شمايكل قرن اليورو ليج يا ستار أوستر الألماني ينزل للدرجة الثانية السيري بي حتى لو كانت يورو ليج جديدة حتى كانت لو دوري أمم أوروبا جديدة مباراة ممتازة وراء 3 أهداف بيليران تمشي كرة طويلة هاتريك مونتام وليفربول والسيتي هم الأربعة بتاع دوري الأبطال أينما كانك أنت يا لا ماديسون ماديسون حط الكرة تمشي الكروس التوزيع جابها مصطفى ترجع الكرة حلوة برشا خشينا برشا الرابع يا أوزيل ولا كازات رفض الرابع ملا مسعود